يعني مع الأسف أستاذ ممدوح ما زلنا حتى القرن 21 اليوم أنه ما زلنا نسمع الأخبار والتهديدات النووية. طبعا بعد ما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأسبوع الماضي بإعلان عن نظام دفاع نووي فضائي، فبدأت هذه الردود من الناحية الأمريكية من خلال الرئيس السابق دونالد ترامب، إضافة للجنرال بريغر وهو طبعا رئيس الأركان الجيش النمساوي سابقا، وقال أنه لازم إن أوروبا تفكر بنظام دفاع نووي مضاد طبعا للحالة أو للتهديدات الروسية. يعني بصراحة اليوم أنه نحن نبقى نعيش ونستمر وتستمر الأزمات والأمور بسياسة الخوف، يعني ما بكفينا حرب أوكرانيا اللي لهلأ ما زالت الناس تعاني من الفقر وعشرات ومئات الشركات التي أفلست وأغلقت نتيجة هذه الأزمات الاقتصادية. نعم الأزمات الاقتصادية، وتلتها الآن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، وما يحصل من واقع مؤسف للغاية في هذه المنطقة. يأتينا مجددا الأساسة الأوروبيون يقول لك نريد دفاع نووي، يعني إنفاق جديد، يعني ميزانيات جديدة، يعني ضغوط جديدة، هو كله عبارة عن وهم. أنا لا أرى هذه التهديدات إلا لإبقاء الأوروبي أو من هو موجود في الحكم الأوروبي في الدول الأوروبية بحالة من الخوف، بحالة من الاستعداد، بحالة من عدم الاستقرار للإبقاء على سياسة عدم الاستقرار وإبقاء الجميع بحالة ترصد، واليمين يصعد واليسار ينخفض وكذا. يعني هذه الأمور التي تراهن عليها بصراحة الحالة الأوروبية. خطاب الخوف، أنا هذا أسميه خطاب الخوف. من هو المستفيد من خطاب الخوف؟ نكترها للسادة المشاهدين. طيب يعني هل تتوقع أن يكون هناك، إذا أمكن أن يكون هناك جيش أوروبي موحد، هل ده ممكن يكون ده أسلوب من أساليب الردع والله الروسية؟ والله يا سيد الكريم الموضوع ليس بالسهل، لأن إنشاء جيش أوروبي موحد يعني يحتاج إلى العديد من يعني تمويل على مستوى واسع. هذا الجيش إلى أي حد سيكون هو فعليا متوافق مع الأمريكي؟ إلى أي حد هو ضد الأمريكي؟ يعني تعرف أن الأمريكي هو شرطي العالم اليوم، هو المسيطر على النظام بشكل أو بآخر بما فيها أوروبا. طبعا هذا شيء واقع، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وتقسيم يعني واستقلال الدول. يمكن ده نوع من أنواع التفكير الانعزال عن أمريكا يعني وعدم الاندماج دائما تحت السلطة الأمريكية. لا تستطيع أوروبا الانفكاك عن أمريكا. أمريكا وأوروبا عبارة عن كتلة واحدة بشكل أو بآخر. النظام العالمي الموجود فيها، يعني لربما نقول أن روسيا تشذ أحيانا، الصين تشذ إلى حد كبير عن النظام العالمي، ولكن أمريكا تحاول يعني من خلال اللاعب الروسي أن تقول أن المنطقة لن يكون فيها استقرار إلا من خلال الأمريكي. نعم.